منك الكلمه انت عشان بس بتقول سياسات تسعير عادله يعني بس حضرتك يعني احنا شايفين عادله يعني عادله يعني سعره. عادله يعني ايه؟ لا انا ولا الدكتور هيقولها يعني في ناس متخصصين دي تساوي كام؟ يتم استيرادها بمبلغ كذا، هامش ربح شركات الدواء لو وصلت ل 5% 10% مفيش مشكله خالص، ما يخسرش، ده المطلوب مش اكتر، دي سياسه تسعير عادله للمنتجات. يا فندم احنا هتعمل ايه؟ شركات الدواء طيب. شركات الدواء بتطلع عملاء رحلات لماليزيا وبانكوك واوروبا وباريس، مش عملائها بس، ده بتطلع موظفيها ترفيها لهم. شركه اسمها نوفارتس طلعت موظفيها ترفيه، وهي اكتر شركه بتكسب في مصر ترفيها يعني ترفيها لموظفيها، طلعت مندوبيها رحله لبانكوك ورحله لماليزيا مرتين في السنه ومره في بودابست. يا فندم ما هي بتقول انا بخسر، حتى منزله اعلان ساعه زياده اسعار الدواء 50% بتقول انا عايز اعمل اجتماع للجمعيه العموميه عشان انسحب من السوق المصري علشان تبتز الحكومه المصريه. طيب دكتور احمد زغلول تاني هنرجع الموضوع في لا ما انا مش عايز ارجع نفس الكلام. لا انا عايز انت يعني وضحت ان المواضيع فيها جوانب فنيه وفي جوانب يعني برضو انا برجع اقول ان الدوله ليها دور والدولة عليها انها تقوم بهذا الدور، والدولة بتقوم بجزء من هذا الدور، لكن الحقيقة لسه في حاجات كتيرة الدولة ممكن تعملها. الأدوية اللي بتنقص، على فكرة مثلا دواء زي البنسلين اللي ناقص، في كذا شركة مسجلة البنسلين ده. منهم شركات قطاع أعمال يعني شركات حكومية. والدولة تملك 8 شركات 8 مصانع في قطاع الأعمال لإنتاج اللي اختفى وليه ما هو ده عشان بس عشان بس لأن قطاع الأعمال إعلانات القبض على أنا برضو مش عاوز الشخص أنا مش عاوز أتكلم في هذا الموضوع لأن ده موضوع تحت يا فندم قطاع الأعمال بيعمل مصالح الشركات الخاصة يعني ده قطاع الأعمال هو عندي 8 مصانع هو الخيان الثاني في قطاع الأعمال استنى أخلص كلامي لو سمحت اتفضل عندنا 8 مصانع في قطاع الأعمال يمكنهم أن ينتجوا الدواء وبينتجوا جميع الأشكال الصيدلية عندنا شركة كل الدواء كل انواع الادويه محدش هيشهم عن انهم ينتجوا كل انواع الادويه عندنا شركه لاستيراد الادويه المستورده اسمها الشركه المصريه شركه قطاع اعمال مملوكه طيب. بالكامل للدوله عندنا شركه اسمها شركه الجمهوريه مملوكه بالكامل للدوله وبتستورد الخامات الدوائيه والله لما يجي دواء ينقص ما الدوله ما تكلف الشركه المصريه انها تجيبه وتنزله في الشارع ببلاش ايه المشكله طيب لما يجي دواء زي البنسلين ينقص انا عاوز اسال سؤال يعني لو دواء زي البنسلين نقص ما تيجي الدولة تكلف الشركة المصرية كده تقول لها تعالى يا شركة مصرية روح استورديني لما يبقى فيها أكثر من 76 صنف دواء مختفي ما تكلف الشركات الحكومية وشركة الشركة المصرية للأسف قطاع الأعمال وتنزلوا بقى السعر اللي عاوزاه في غرفة صناعة الأدوية هو جزء رئيسي من غرفه صناعه الادويه وغرفه صناعه الادويه هي اللي بتعمل اللعبه دي على تقديم القرارات رئيس الغرفه انا بقى عاوز اقول لك السبب الرئيسي بقى المهندس سلام ما انا هقول لك السبب الرئيسي بقى ما احنا عضوا في الغرفه يا فندم السبب الرئيسي ان اي رئيس شركه دواء في قطاع الاعمال دي لو عمل الكلام ده يودوه السجن الجهاز المركزي يقول له انت اهدرت المال العام لما تجيب حاجه وتخسر فيها يحطوه في السجن. انا دلوقتي انا قاعد بمرجح المريض بين مش تمرجح المريض ما هي الفكره كلها ان في دوله يعني. الدوله ممثله في وزاره الصحه هي المسؤوله عن اتخاذ هذا القرار، النهارده في تامين صحي بيتعمل واعتقد ان التامين الصحي بعد التطبيق هيحل المشكله دي لان المريض هياخد الدواء هياخد الدواء بتاعه ببلاش. انا بس عايز اعقب تعقيب صغير خلينا ناخد بس تعقيب صغير وائل بعد اذنك احنا لو بصينا على اللي ماسكين مدراء التسجيل في المصانع الخاصة هنلاقي 90% منهم هم صيادلة كانوا شغالين في الإدارة المركزية واخدين أجازات بدون مرتب يعني منه فيه وبالتالي هتحاسب ازاي اللي هم ايش كانوا شغالين اللي هم يا فندم شغالين في وزارة الصحة وخدوا أجازات بدون مرتب وراحوا اشتغلوا مدراء تسجيل في الشركات الخاصة تمام يعني تحولوا هنا اصحاب مصالح بالظبط يبقى هنا بقى يبقى انا حاسب مين حضرتك اذا كان رئيس غرفه صناعه اذا يعني كلامك ده صحيح وموفق يعني من الشعب نسال ونشوف يا فندم الموضوع طيب. معلوم دكتور علي عبد الله رئيس مركز دراسات دوائيه دكتور علي بسرعه ممكن اسالك